بيركز على مسألة الهوية، ده مهم جدا وواضح من اختيارنا للعرض سندباد ان هو من التراث العربي، وده مهم جدا بالنسبة للطفل المصري في المرحلة اللي احنا فيها من هجمة شرسة طبعا من الانترنت والقنوات المفتوحة وتضييع وتمنيع الهويات المصرية والعربية بشكل عام. فكان ده دور من أدوار الدولة المصرية ودور وزارة الثقافة المصرية أنها تتصدى لهذا أو تلك الهجمة. أول تجربة اللي هي عملها مسرح طفل عموما موضوع صعب جدا، أنت بتبقى سيكولوجية الطفل مختلفة جدا عن شخص ناضج، فأنا بعمل حاجات تانية. هو يعني أنا عملت سيرش كتير قوي، حسيت أنه هو الطفل بيتأثر قوي بالحركات والفرط الحركة ده بيحبه، فعملت شخصية من هنا. أنا أول مرة أعمل حاجة للطفل، بس من زمان جدا وأنا نفسي جدا أن أنا أقدم حاجة للطفل، لأنه من خلالها أنت بتقدم مجموعة رسائل، مجموعة مبادئ، مجموعة قيم من خلال عرض، وده نادرا ما بيحصل في الوقت الحالي اللي احنا فيه.